موعد رياضي جديد يأتيكم مشاهدين عبر قناة جيل دي زاد، أهلا بكم. بداية، وافقت الرابطة المحترفة الوطنية لكرة القدم على طلب إدارة نادي شبيبة القبائل بتقديم لقاء الجولة الثانية من المحترف الأول بين شباب قسنطينة وشبيبة القبائل بيوم واحد على موعدها السابق، أي يوم الخميس الفاتح من سبتمبر وفي نفس التوقيت بدلا من يوم الجمعة المقبل، وذلك من أجل التحضير الجيد لشبيبة القبائل تحسبا لخرجته الإفريقية في المنافسة القارية. هذا وكان الكناري قد تقدم بطلب رسمي لهيئة مدوار من أجل تقديم اللقاء وأخذ الموافقة من المضيف شباب قسنطينة. إذن أسدل الستار عن مقابلات الجولة الأولى من البطولة المحترفة لكرة القدم والتي جاءت نتائجها متباينة باختلاف ملاعب الجمهورية، أبرزها فوز مريح لشباب بلوزداد بطل النسخة الماضية من المحترف الأول على ضيف هلال شلغوم العيد برباعية كاملة، فيما سقط مولودية العاصمة خارج قواعده وعلى يد نسور الجنوب شبيبة الثورة بثنائية. هذا وباقي نتائج الجولة يعرضها لنا شمس الدين زرقي في هذا التقرير. في وقت كان الجميع ينتظر مشاهدة افتتاح موسم كروي مغاير عن المواسم الماضية، جاءت الأمور عكس ما تمناه المتابعون، خاصة بعد أعمال الشغب التي حدثت في بشار على هامش مقابلة شبيبة الثورة ومولودية الجزائر، والتي أسفرت عن انهزام المولودية بثنائية نظيفة. افتتاحية الجولة الأولى من الرابطة المحترفة شهدت دخولاً موفقاً لبطل نسخة الماضية شباب الوزداد الذي أكرم وفادة ضيفه شلغوم العيد برباعية لهدف. بالمقابل تمكن أمل الأربعاء من قلب الطاولة على مضيفه مولودية وهران وأنهى المواجهة لصالحه بثلاثة أهداف لواحد. وبالنتيجة ذاتها تكبد صاعد الجديد اتحاد خنشل أول هزيمة له ضد مضيفي شباب قسنطينة، فيما سقطت الزائرة شبيبة القبائل على يد جمعية شلف بهدف وحيد لكنه ثمين بالنسبة للشلفاوة. من جهته أتلتيك بارادو عاد بالزاد كاملا إلى الديار بعد إطاحته بمستضيفه نجم مقرى بهدفين لهدف، في حين لم تنجح مولودية البيض في أول اختبار لها ضمن حظيرة الكبار بعدما انهزمت أمام اتحاد العاصمة بنتيجة هدف نظيف. أما وفاق سطيف خارج ميدانه اكتفى بالتعادل الإيجابي أمام اتحاد بسكرة بهدفين لمثليهما. أوضح شريف حجار مدرب فريق اتحاد بسكرة أن عامل التعب والإجهاد نال كثيرا من لاعبيه خلال مواجهتهم لوفاق سطيف في البطولة الوطنية. هذا وأضاف حجار أن لاعبيه يحتاجون فقط لإيجاد الريتم المناسب من أجل مواصلة مشوار الدوري في أحسن رواق. لنتابع. تعب شويه باسكو في التحضيرات، يعني هناك تفاوت بين التحضيرات، كاين اللاعب اللي يحضر كاين اللي ما حضرش، خاصه يعني نعرفوا احنا بعد انتهاء يعني البطوله كاين اللي ركضني للراحه، كاين حتى اللي وصل يعني متاخر يعني في التحضيرات، حتى التحضيرات كانت ناقصه. نقول باللي هذا السبب تاعنا، نقول باللي خاصه في الدقائق الاخيره نقول باللي تعب بدني حتى ما قدرناش حتى يعني نوصلوا للكره. المشكل تاعنا يعني مازال ما لحقناش نقولوا يعني طوب في التحضيرات البدنيه تاعنا، لكن علينا الصبر لدى الفريق يعني حتى وين اللاعبين يوصلوا يعني المستوى تاعهم البدني، نقدروا نقولوا باللي الفريق يكون متكامل. نقول باللي مازال مشوار طويل، ننتظروا هذا الفريق. انا نقول مع مرور المجاولات يبان المستوى الحقيقي تاع الفريق تاعنا. أكد نصيف البياوي مدرب شبيبة الثورة أن تربصهم بتونس ومواجهتهم لفرق ذات مستويات عالية هو من ساعدهم على الدخول مباشرة في أجواء المنافسة المحلية منذ البداية. هذا وأضاف نصيف البياوي أنهم سيعملون على تدارك بعض الأخطاء بهدف تطوير أداء الفريق في المستقبل القريب. اللي سهل علينا العمل والمباراة هو العمل الشاق اللي قام به الفريق خلال فترة التحضيرات. عملنا 6 مباريات على مستوى عالي جدا في التحضيرات، خلتنا نقف على حقيقة اللاعبين على حقيقة الفريق، ودخلنا في أجواء المنافسة بكل جدية.
تبقى مباراة عادية، معناها أول مباراة في الدوري الجزائري، ما عندها حتى معنى إلا المعنى المعنوي أو الفائدة المعنوية أنك تبدأ بثلاثة نقاط. غير هذا فما قانون في كرة القدم، أهم مباراة في الموسم هي المباراة القادمة. نشتغلوا على المباراة هذه من حيث الأخطاء اللي ارتكبناها، لأنه ما فماش مباراة مثالية، ونطوروا أنفسنا للمستقبل. بالمقابل من ذلك، صرح فاروق هاتزيبيتش مدرب مولودية الجزائر بأن الظروف الصعبة التي عاشوها في مباراة شبيبة الثورة هي من أثرت على مردود الفريق ونتيجة اللقاء، مضيفا أن البطولة الوطنية لا تزال فقط في البدايات وسيعملون مستقبلا على التدارك. Notre adversaire d'aujourd'hui s'est mieux adapté à conditions de match, à circonstances qui ont été très favorables à eux. Ils ont bien profité. Je les félicite pour la victoire et puis surtout ce premier but qui est magnifique, qui est orienté un petit peu le deuxième mi-temps. Championnat commence comme ça. Bien sûr qu'on est déçu des résultats. Le championnat il est long pour tout le monde et pour nous aussi. On souhaitait obtenir le meilleur résultat, mais aujourd'hui, ça n'était pas possible. Nous, il ne faut pas accuser nos supporters. Vous savez très bien que le football, on joue pour les supporters. S'il n'y a pas le public, il n'y aura pas de football. Donc, c'est plutôt fier de nos supporters. Après, il faut regarder plutôt les responsabilités ailleurs que sur les supporters, ceux qui décident les conditions de match. Parce que même avant le match, on s'est fait frapper dans les couloirs. Il y a un de mes joueurs qui m'a dit qu'il s'est fait frapper dans les couloirs. Ça n'a rien à voir avec supporter. Donc je compte sur votre bonne analyse des situations. إلى أخبار المنتخب الوطني المحلي الآن، حيث كشف مجيد بوغرة مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين أنه يطمح لبرمجة مباراتين وديتين تحضيرا لمنافسة الشان التي ستقام بأرض الوطن. هذا وضاف بوغرة أنه يلزمهم التحضير جيدا للجولة التصفوية الأخيرة المؤهلة لهذه المنافسة القارية. longtemps qu'on se prépare déjà et là justement on est en train de finaliser le programme. L'objectif c'est de faire un stage tous les mois, ce qui est sûr. Avec on va essayer de faire deux matchs amicaux chaque mois. Donc on est en train de travailler dessus. Aujourd'hui il y a les derniers tours préliminaires de la CHAN. Donc à partir de là, on va voir quelle équipe sera qualifiée et quelle équipe pourra venir en Algérie. Mais l'objectif, c'est de rester chez nous. Et donc maintenant que Berraki est prêt, donc ça sera, je pense, sera là qu'on jouera. Et donc il faudra aussi se préparer, avoir l'opportunité de jouer à Berraki, habituer les joueurs. Et voilà, en tout cas, nous, quasiment tout est prêt. D'ici peu, je pense que vous aurez le programme de tous les matchs et puis de tous les stages jusqu'à Inch'Allah la chaîne. في أخبار محترفين، تكبد ثلاثي الخضر ونادي بريست الفرنسي يوسف بليلي وهاريس بالقبلة وإسلام سليماني تكبدوا هزيمة قاسية على يد مضيف مونبولييه بنتيجة 7 أهداف دون مقابل. وشهدت المواجهة إشراك بليلي وبالقبلة أساسيان منذ البداية، فيما عرفت دخول سليماني بديلا منذ الدقيقة 64، وذلك في أول ظهور له مع ناديه الجديد بريست الفرنسي، لتنتهي المواجهة بهزيمة مذلة لنادي القراصنة ودون مساهمة مرضية من الثلاثي الجزائري يوسف بليلي وهاريس بالقبلة وإسلام سليماني. في أخبار الرياضات الأخرى، سجل المصارع الجزائري بشير سيد عزارة اسمه ضمن لائحة أقوى المصارعين عالمياً، وذلك في رياضة المصارعة الإغريقية الرومانية. وكشفت اللجنة الأولمبية الجزائرية الأحد عن تواجد عزارة ضمن 8 أقوى المصارعين، بالإضافة إلى احتلاله المرتبة 3 في التصنيف العالمي لفئة أقل من 87 كيلوغرام. كما يعد هذا المركز بمثابة إنجاز تاريخي لسيد علي عزارة في رياضة المصارعة الجزائرية. دوليا وفي الختام، حسب صحيفة لا غازيتا ديل سبورت، يقترب الدولي البرتغالي ولاعب مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو من الانتقال إلى صفوف نابولي الإيطالي. وذكرت ذات المصادر أنه في حالة موافقة الناديين على المبادلة بين كريستيانو رونالدو وفيكتور أوسيمين،
فسنرى الدون بألوان نادي الجنوب الإيطالي، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. الجدير فقط بالإشارة أن وكيل كريستيانو خورخي مينديز يعمل على انتقال لاعبي البرتغالي إلى نادي جديد يشارك في منافسة رابطة الأبطال الأوروبية بعد فشل اليونايتد في تحقيق مركز مؤهل لهذه المنافسة. بهذا الخبر مشاهدينا نطوي أوراق نشرتنا الرياضية. دمتم في أمان الله. سلام الله عليكم.